بالنسبه للهدف من المشروع هو طبعا اول شيء تغطيه احتياجات المعاقين بشكل عام من اطراف صناعيه لجبائر مقومات بظروف الحرب صار في عنا بطرق كثيره. صرت ألاحق على النملة أقول نيالها تمشي وأني ما أمشي. قبل ما أركب الطرف يعني فقدت الأمل أني أمشي خالص. بعد ما ركبت الطرف رجعت لحياتي السابقة يعني ولا كأني مبتورة أطرافي أو بي عندي إعاقة أبدا. بعد ما ركبت الطرف الحمد لله يعني صرت أرجع أشتغل أعيش عيلتي أروح أجي أطلع ما عاد أكل هم يعني. الحمد لله أطرافي كثير كويسات ومريحاتني ومن فضل الله.